ايه رايكم نطلب من فرقه الليله الموسيقيه الفرقه الجميله دي تعزف حاجه لشيرين عشان يعني نخرج شويه نعزف لها ايه؟ يا ريت دكتوره هلا اسمحي لي اشكرك انك قبلتي تسجلي معايا النهارده. ازاي؟ بالرغم من ظروف الصعبه اللي بتمر بيها. ولا ارجوكي اذا كان انا عندي جزء من الاحزان فانت النهارده عندك اعتقد حزن كبير وفاه والدتك، وانا بحييكي طبعا على انك قدرتي تيجي بعد ما مش عارفه اقول لك ايه. قلبي معاكي. يمكن الليلة بقول إن أحياناً بيصبح عمل المرأة تهمة وعورة تسلبها حق الأمومة حين يقال دي ست بتشتغل، يعني أم غير صالحة ما عندهاش وقت لولادها. اليوم ربما كانت هذه فرصة لأقول فيها أن العمل مسؤولية وضمير، وعندما يضع الناس أمانة بين يديك، حين يضعون أموالهم ويضعون وقتهم الثمين أمانة في عنقك، يصبح العمل مش مجرد وظيفة، مسؤولية وشرف. وأنا سعيدة أني أنا النهاردة أكون موجودة هنا على الرغم من ظرفي الصعب، لأن أنا فخورة جدا أني امرأة عاملة وأم، وأعتقد أن أنت كمان.